رسولك صلى الله عليه وسلم يقول من تعار من الليل قفك هبينك صوك عصابت الربا صوك كدي من الدعاذان أقرس أخي كدي من إله وحوي ديستو والله سينا هدو إله دم بداف ويديستنا دم بيقو والله داف هدو ويسيستو والله بركة تكون سلاة ديس والله أقبل الله أنا كقادنين إن شاء الله تعالى كتاب كيني أنا كقادنين كتاب كي أو سوجد كتاب معلومة بفرحة ولا له قاتين سي أقف إتيستان هدو إله راضو ما أنتوا حان قادنينا بيجك أفر إلى باتناد قادنينا إن شاء الله تعالى بيجك أفر إلى باتناد عنوانك سأجدان نمن جعشة هاي إن لقو دم بدا فوق دعا ذا ذا نلا أقبلو صلاة ذا ذا لا أقبلو مر كتاب كاسا مر دعا ذا سار ربنا ما أنتوا إنو حوق صار إي مهمة إي لا ذا هاي بعد كتاب كان يكون جستوى بيجك لاتين أفر ولا ليه قاتي كتابك قاتي مر بيجك أفر إلى باتناد يا قادن كرتان إن شاء الله ولا له ولد البن إن شاء الله تعالى مريكن كي كان دي دتك جوج ان شاء الله تعالى واسود البنكرتان واتساب ما مشكو قرق صود البنكرتان دويلا هي راه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لمن جوتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاء الإمام البخاري صوت صالح حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم وحير من تعار من الليل قفكها بينك صوكع أي سببها صوكع كدبني راهدو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كدبني راهدو اللهم اغفر لي غفر له ولو ذنب دافع وإذا دعا استجيب له هدو إلى وحويتي استنى ولو أقبل وإذا توضأ ثم صلى هدو صوكع أويسيستو ولا ورك عبدتو كذا الله كان لقيه صلاة دي سوى الله أكبر الله أكبر ولا ليالو هبينك ما قمرا صوكعنا سوف تقربنا أنكو صوكعنا أنه إزقديننا صوكعنا أنسو بودنو سولي أن صوكعنا مركز تأسوكع دي دعا ذان أقرسو حدا قرنيو حتى انا قرت الدربي وكو دكسو سريرت اكت هذا ديغو مركا سوكا عاد ذكري كان اهدك او قيمها بدن اهدك او غابن ها هلمامي انت فائده كو جرت فيه دنب دافا داويديست الى هو الو دنب دافا حدا هو دعويس الدعاء ذا ولا اقبل وحكسي في عن متقانا حدا تكت صلاه ذا ولا اقبل كلين حدا يا هو صلاه دين الا اقبل والله وحكمه صلاه دين الا اقبل صلاه و تكون صحه وتكنينا صلاه صحه كنت تكون لكن ما الله أقبل مثل أقبله الله سبحانه وتعالى كليه هذا بولا ليالو دعذنا وكنت ذالنا إلهي دنبينا هرافو دعذينا الله أقبل صلاة دينا الله أقبل بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.